ذكريات بيتنا القديم. كنت أنزل من شقتي وروح لغرفة نورة قاعدة أسولف معها. أقول ترى يصور، تذكرين أول يوم كنت جيت أسولف عندي؟ تذكرين قبل الشهرة من يوم أحب السوالف وكنتي تتقبليني. يلا خلنا نسولف. كنت أجيها كذا وقلها بسولف معك، تردين علي؟ أقول حياة الله وتقولها اللمبة. إيه تقول حياة الله وتفك لي اللمبة وتبخرني وتخليني أسولف. طبعا تيجي تصيح أبي سالف. تبي سالف كامل. يا بنت الحلال تقولي اليوم أنا قلت ما عمري تسلفت. ما عطيت. اي والله كنا نسولف وكانت امون معنا بعد. ها جابت لنا هذولي. انتي نايمه؟ انا قلت انتي نايمه. صدق نوره حدثيهم عني قبل الشهره. تسبين نظره سب. وش تغير؟ لا خلينا نقول وش تغير فيني بعد الشهره. اقطعي. ها باكلها تسكر. يلا قولي لهم عني قبل الشهره. والله ايش تغير؟ لا صدق بكل امانه والله تغير. مو تغير، افتقدنا. هي الشيء موجود لكن افتقدنا. افتقدت الاخت. لا موجوده بس افتقدنا صراحه الضحك. ايه كنا اول نضحك. يا الله يعني هذا هنا اللي عند انا ونوره وامون. اي اذا اجتمعنا يا الله ليت كان في سناب ذاك الوقت. يا الله والله من جد ضحك 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 عاد يعني حتى المكان اللي نكون فيه مع بعض. ايوه عاد لما صالح بعد يسوي. اوه والله كنا نتعب من الضحك. أيه. الان انا احس رغم انه صار في شهره. اي الان صار انت مسكر. انت سكر. هي اي يعني فعلا افتقدنا حتى او حتى افتقدنا السواليف العاديه الحين. يلا جيبوا منتج بيعوا منتج. عرفني شفتي ذيك شو ردت عليك؟ بلكي 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 ترى تكتب عند كل واحده البلوك التعليق. لا فعلا افتقدنا مع ان نضحك بس انه مش تدرين انا وش افتقدت؟ افتقدت مع فعلا يعني صرت وحيده. كم الناس اللي حولي. انا انسانه احس بالوحده وحي من يوم تمسحين دموعك ولا ايش؟ من يوم رحت بيتي وانا فقدت الجو العائلي. حتى عيالي مسكين نفسي افتقدوا. معكم تجون دايما اجل انا اقول اللي في ينبع. اي صح عاد انا ما جيت افضل ليش. لا بس انا من النوع اللي لازم يعني انت تعيشين الجو. لازم أي. يعني اسوي لي يعني جوي. اي ما شاء الله الحين نورة ثلاث ارباع ينبع تعرفهم في اقل من 7 سنوات ولا كم؟ لو انا حطني لقيتني. اول انت تتخيلين انا كنت افرش في اول اقول لك كنت افرش في الحوش عشان بس اسمع صوت البزرين في الحاره. يا ويلي من الهدوء ذبحني الهدوء. اي والله عاد بعدين سبحان الله يعني انا يعني ادين للسناب سنابت يعني نعرفنا على مجموعة كويسة. وفي بعض تبين نغيرهم بس زين. لا تبين نجيب لك ابديت حقين يوم بعد تعدلون مع اختي ولا؟ تصدقين حتى انت تغيرتي. اول رعيت سوالف وش سوي بعد يعني صار يعني صار ما ادري ايش فينا. حتى امون ترى امون اول وين؟ امون مسكين كانوا قلب هذا البنات. يو امون انا عندي غرفتين لازم اروح لهم، غرفة امون وغرفة نورة. بعدين امون اذا شفت نورة تجي معنا ونقعد هذا. كنا نتكلم عن المنتديات كان اي صح. يومنا مشاهير كنا نكتب في المنتديات صح. ايه يعني كنا نتكلم مثلا تجون تقولون ايش نهاية القصة ذيك ليش كذا. نورة كانت تكتب انا كنت اكتب ساخر يعني المواضيع الساخره، نوره المواضيع الادبيه، فكنت اسرق من نوره واحطه باسمي في منتدى. هي مو بمنتداي ما يدرون عني
كنت اكتب خواطر يقول اشوف الخواطر في خاطرة خلو المشاهدات عليها 6000 وين كان ذاك الرقم يو 6000 ما عندنا احد يشوف 6000 لا لا تصدقين انا يوم كنت في منتدى القصمان كانت فيه المشاهدات 100000 ايه توصل لا مشاهدات قصصي لا توصل 100000 الردود بس الردود كانت ايه الردود يمكن 200 ايه كانت انت داخلة عد عدو القصمان الحين تقفل القصمان لا منتدى القصمان ما في ترى أنا اللي كمان بقيت اسمي ترى اللي كان اسمي شو اسمه يعني بنت العشرين قلت أنا داخل كانت بنت العشرين وكلاوديا بنت كليجة عادي حلوة قصص قسمان ولا الإقلاع الإقلاع كنت أكتب فيه بعد حطوني مقلع مجتهد ما أدري مقلع وين اللي صار مو إيه في الإقلاع ترى ما تصيري مميزة إلا إذا أنت تفقعين ضحك وأنا الحمد لله كنت أفقع ضحك يا اخي هوايات تغيرت مع الزمن شلون لكن نحن احنا جالسين نسوي يعني قصه كذا هو الهوايات اختلفت والوسائل اصلا اختلفت البيت اختلف والبيت البيت فعلا وجو زياده يعني عطوا جو بس في احنا افتقدنا يعني الضحك من قبل هذه اللي دائما انا اقول يعني وين ليش غير أنا تخيلوا أنا كان عندي صديقات إيه؟ ترى ما كنت أعيش بدون صديقات الحين أنا عايشة على واحدة تزقق على الجوار يعني أنا وين ما أعيش بدون شلالية وكل شلالي لازم يكونون يضحكون ترى مستحيل أقبل في كان وشلتي لازم إيش نورة يصيرون جميلات جميلات وكشيخات ودمهم خفيف دمهم خفيف إحنا نفرح إذا قلت تعالوا معانا إيه صديقات يعني نورة لو إيش مواصفات الصديقة تلاقينها تصادقها ما عندك مواصفات للصديقة أي شيء أي صديقة أي واحدة حرمة هي صديقة نورة ما لها أي مواصفات تدخل علينا الطويلة البيضة السمراء الأجنبية السعودية أي شيء الجنوبية القصيمية البحرينية إن شاء الله أنا أحسدك والله على هالشيء ترى زين أنا قلت زوجي يوم شاف المجموعة الجديدة حقت ينبع إيه؟ ما تقهر قال هذا من وين جمعتهم إيه يعني يقول يعني شون جمعين إيه ناس إيه يقول يعني شذا من وين لا وإذا شاي الضحى دوريات الضحى هذه دورية الفطور يقول هذه ما في شيء في يوم عندنا اسمه ويتي بعد دورية فطور ايه عاد نورة سنعة تحب السناعة وتحب الطبخ وكذا ادمن واكلك شكلهم كرفوك اي والله يرسلهم في الجروب والله وحشنا رزك يا نورة وحشنا رزك يا نورة ونورة عاد توحش تطبخ لهم يلا بالعافية تخيلوا ان نورة كان ما عندها شغالة انا افرح وتعزم نقولها ليش كانوا توأم صغار ابو شاء 3-4 شهور تعزم نقولها ليش تعزمين وتغسلين قلت تقول انبسط اقل شيء عادي لو اغسل واطبخ بس اني القى ناس اسولف معهم يعني عادي صح والله يقول لك جنة بلا ناس ما تنجاز حتى عيالي صاروا مثلي يا ابو الناس اي ريما ما الحين ما يعني تنبسط بشيء الا معاها احد لازم مشاركه مالك لا عادي عيش جوه عايش المصري لكن ريما مثلي بس انا يعني كان يوم الخميس يمر علي كئيب جدا ايه كنت صراحة. يعني تشوفنا هنا لا بعد ما كان في كلكم ويوم تزوجت نورة وراحت ينبع تدرون هي توأم روحي انقسمت عني والله العظيم اني كنت انزل بيت اهلي اقول شلون بتقهوى المغرب هي مو موجودة قعدت يمكن الى سنة كل ما انزل من شقتي لين كذابة صدق ايه ما عبرلت يعني والله كنت اقول شلون انزل الحين ما القاها موجودة احنا عندنا قهوة المغرب ما تشوفوني لازم اجيك اليوم عندهم يعني هذا من زمان عندنا قهوة المغرب لازم فجت السنة لين تأقلمت ان نورة بعيدة خلاص صارت بعيدة لين الحين صدق انا اقول لك لما كنت اجي هنا واروح يعني اتعب يمكن ابو اسبوع هناك لا مو نفسيا ما في صوت ما في لهجة ما في كذا فسبحان الله احيانا الصديقات يكونون رزق من الله يعني اي صادق اكيد خاصة في الغربة يعني ترى هذولي اللي يبقون حقين المعدن الاصلي اي انا شو اسمه عندنا اوردر اذا جينا راوية البسبوسة اماني الشعرية بها ما شاء الله كله تاكلون ما شاء الله تبارك الله وش نسوي كل واحدة طبخ بيت والله ما شاء الله عليكم
قطة. بس مش مرة عدهم يعني، بس يعني من النوع اللي يتقبلون أي حاجة، يبون أي فعالية يعني. بس أي يونسون نفسهم وبنفسهم. إيه نونس. وحنا ما نلقى أحد يوم جمعة يوم خميس. مع أهلهم. سبحان الله يعني كلمة حق، يوم الخميس إذا راوية مو موجودة في ينبع. راوية. هذه صديقة. يعني يضيق علي. إيه راوية تخرق جو. يعني نعم يا رب شلون؟ لا يا راوية. صار ودنا نسافر معاها بس ما نقدر. الحين في سنابت بدون يقولون نورة تتكلمين عند هيون ما تتكلمين عندنا. والله أنا أدين لسناب هيون الشيء الكثير، لذلك أحس أن سنابها مثل أمنا ما يعني تقدر ترد لي الطلب. إلا أمون المخزية أحاول فيها قبصها، تكلم معاها قبصها ما ضربة. فجلسة جميلة ويلا تصبحون على خير. يطف الليت. تعالوا نشوف إيش في ثلاجتهم. تعال مال كريمة. والله كل النايم طفطفين، حتى إذا نايمين بس كذا حركات. تعال تعرف تحول النور هنا. فيها شيء ثلاجة. وش ذي؟ زبالة مقصف. زبالة. ما في لبرين. طب نشوف الثلاجة اللي تحت. تعال نشوف الثلاجة اللي تحت. أنتوا ما عندكم بطاطسات في غرفتكم؟ طيب شكاليت ما عندكم شيء؟ شون بزرين ما عندكم بطاطسات؟ أنا إيش كبري وعندي هذا بواقي العشاء. خلينا نشوف إيش بقى من العشاء. تبون بروستد نسخنا؟ إيه. ها؟ إيه. يلا جبت بولة. شو بعد بقى؟ كله بروستد. اي ما في شيء ثاني. فطوم. عندك شوكليت؟ وانت شوكليت اكلت. واو هذه الموديلات الجديدة. ما اوريهم. ما اوريهم الموديلات. ما دريتوا فطوم بتصير ممصصة. طردتني بعدين قولي اعلني لي. ها ابي اعلان لما خلص شغلي الحين بوريكم ايش مصممت لكم بعد. ترى ترى قالية بس بالطب ترى قالية تصمم. عندك بيبسي؟ طيب أنا ما عملت حساب. تعالي ريمة تحت نشوف بيبسي فيه. خليه تنزل الحال. خليه تنزل الحال. عادي أهم شيء ما في فار. أحب أشكرك خالة رحاب، لقيت واحدة من العيادي هنا. شكرا شكرا خالة رحاب أنقذتيني. شفتي لقينا شيء ناكله بسكوت. بس يبي لي بيبسي الآن يعني. لا ما تهمني أسرار بيتنا. إيش دخل أسرار بيتنا؟ هذا السر من أسرار بيت. وين إن البيبسي موجود عند شقة خال علي؟ لا عندي. طيب إن شاء الله بعد ما يقوم يصفقني اللي جاي أدخل. الله إن شاء الله مو موجود. ما أدري كيف طلعت. علوي تورين إيه. لا يخاف الحين فينا شيء ما يسمع. افتحي عليه اجل. اصبر دق الجرس. لكن نايم لا صوت. انا عندك بيبسي؟ لا عندي بوي. وش هذا؟ ايش صباح؟ هلا صباحو صباحو. متى قمتي؟ متى نزلتي؟ انا قمت اول وحدة قبل. ما شاء الله عليك. يعني يوم ما تشوفين سناباتي وانا عندك بالبيت. كنت عندك بالبيت. انا تابع سناباتك اول
اول باول بعد وشو ولا ما وعن ناس اللي كتبوا لي بنتك هيون بنتك هيون سوت كذا عا يكون عندي خلفيه ايش صار في ترديش عفرا ايش تقولين جاتك دمعة اكيد فيك شيء ايش فيك ليش سمحت معك يا قلبي قمتي ما لقيتي احد ها هذه من شروطي انك تقومين ما تلقين احد وتصيحين شوفي شو شكلها يا راس غسلتي المواعين طب جبتي ملابس عشان نروح نتغدى بكرامس يلا روحي خلي شغاله ولا جيبي منى نلبسك اياهم يلا شوفي اذا شفتي اليوم اي احد عرفتي اي احد تشوفينه اليوم في المطعم وش تسوين بوسين ايدها وراسها اي بعد ذولي فنزاتنا حبيبتي هذولي اللي بعد الله سبحانه وتعالى هم اللي شهرونا زين زين عز الله ونت والله حذفها وش تحذفين شوفي بعد نسيت اقول لك شيء ممنوع عليك التوت الاحمر ممنوع تاكلينه عادي اكل التوت الاسود بعد والله طيب توت الأسود أي واحد توت الأسود؟ توت الأسود والبلوبري والهذا اللي يحطون فيه على الكيك اللي يحطون على الكيك اللي تلقطينه من الكيك تحبينه؟ شوفوا يا جماعة لولي عندها نكتة لكم قولي النكتة لولي بس خلصتي تمرنا أكل تمرتين الله يهديك بس تمر أمي خلصتي ها يلا ها؟ ونتع لا قولي انك تزين في ولد ايه اوكي ايه والله يهديه بس ايه حمار ان شاء الله يهدي وحمار قولي النكتة بدون ما تدخلين فيها الله يهدي الله مدري ايش عجوز انتي يلا قولي النكتة خلصي بعدين جاب من قبل ولد وبعدين بعدين جاب المنقط الله يهدي يا ربي قولي انك تبدون الله يهدي وبعدين ولد جاب ملقاط بعدين اكل البيض الله يهدي ولد اكل البيض بالملقاط الله يهدي وين النكته في الموضوع تدرون خلاص صار ركون أبو لارا قلتي لهم خلاص الدكتور راكان صار أبو لارا وش قال لك الدكتور أبوكم أنتي مو أبوكم لازم تطلعين تتصلين عليه إذا تطلعين صح أبوك ماجد الأول زوج أمون زوج أمون أبو لانا وتالا مو صح أنتي لازم كنتي يوم كنتي بنتهم تتصلين عليه لازم إذا طلعتي تستأذنينه إيه؟ الحين راكان وشلون لازم تستأذن حتى راكان لازم تستأذنينه لا مو لازم عادي تطلعين بدون ما تستأذنينه ها ولا تحسبي كل اللبهات كذا كيف حلوة الدعاية كذا خلاص شكرا شكرا يا لزاز شكرا خلاص عاشوا أيوة يلا روحي خليها تغير لك بجامتك ذا الوسخة يلا ها ايش تقولين لأمك لا ها يلا بسرعة لا أمك تقولين لها لا لا يا ربي على الصناعة يا ربي يا ربي على الصناعة عطيني شفتوها شلون صارت سنعة مرة يا ربي يا هالبنت اللي لقينا لك فستان والفستان اللي انا شريته لك بعد هذا نكشخ فيه الحين ونروح كرامس زين
يلا خذي تعطري ليت عندنا اعلان جولدن سنت. يلا يا اختي يا اختي بس يا اختي بس ما عندي حق الشعر ما عندي لك اسوي لك هنا ام ولا مش ام ام حتى اعطتك نظاره ما لقيت نزع شباز اعطينا نظاره كيف اللوك نار نار لوكك نار الحين كرامز كلهم بيموتون عليك سوي حركة دلوعة عشان صور يا زين زين بس طبعا اقتحمنا غرفة أبرار وهي ما تدري ها وذا ما يناسب لبسك حبيبتي ما يناسب في أبيض لا لا ما يناسب ما يناسب في أبيض ما يناسب ما يناسب في أبيض وش أبيض شوفوا شيء ثاني دوري دوري تلقين عندها لقينا انتم لا يفوتكم لا لا يفوتكم لا يفوتكم على طول شفتي صادونا لحظه استني استني خلي تصوروا معك تعالي هذه لولي يلا صوري معهم بس بالظلام تصدقون مو مبينين وهذه الجميلة أشوف أنت ليان صح؟ بعدي كذا عشان الإضاءة زينك عاد محلنا مطعمنا قصدي مميز بالشوربات هذه شوربة إيش قال مهوي؟ كريمي سوب وهذه قرع شوربة قرع وهذه عصيراتنا الصيفية المميزة طبعا هذه من الأشياء اللي مرة مميزة عندنا مرة وعليها طلب قوي عموما شيف الحلا عندنا رائع جدا ليه ما تكلموني ليه سلامات شفيكم لا يا شيخ يعني ما تبون دبي صح اوكي 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 هلا لولي ايش؟ تشيكن ساندويتش حطه من الاشياء حطه ثانية حطه ثانية سلايدر ميني برجر محجوز لقطعة باللحم واو انا باللحم جيب وين يروح عنا؟ ايش هالمطعم؟ وين راح ما قلنا له؟ وهذه ايش؟ هذه كسادية صح؟ اي كسادية هذه هذه كسادية هذا وهذا مسوي نشر بالعسل يعني على الموضة الجديدة وكذا بالعسل اي بالعسل مكحافة حقتك هنا وشو مكحافة اسمها شيول الحين علي بيطردنا بعد المكحافة ذي بيطردنا شيول ولا وش كذا ميكس تشيز باستا اهم شيء اني انا ايش يحطون لي شيء قدامي بالبداية يعني اني ايش انا اللي بسوي لكم الاعلان اشوف اللي ما راح مربية يجي ياكل مربية باستا عندنا هذا مسخن هذا دايم صالح اخوي اذا جاء المطعم يطلبه ياكل منه اي هذا ما اشرب ما اشرب ده بس محشي ايش عنده الايطالي ها ما ادري ايش عنده صالح الايطالي كذا يعني صار كذا مطعم ايش انترناشونال دخلنا البرياني في الموضوع هذا برياني دجاج العافيه الله انا ادركم خواتي ادري بتشتاقون لي يلا حياك الله اجيكم روحي اعلانك روحي ورجعي بسرعه اجيكم الليله تستقبلوني تجاوب في البيت للحين زعلانين مني للحين زعلانين مني ما يردون زعلانين مني الله يسامحكم بالعافيه بنات شو اسمه اليوم لا تنسون في توصيل للقيمات ماما شيخة من مرسول إلى 18 ريال مجاني وكذلك سويت أند مور الدمام والخبر كلها توصيل مجاني بمناسبة العيد لكم إلى 18 ريال مجاني
حصة تقول لكم إذا شريتوا الجيمات صوروها لها يعني بشكل حلو كذا عشان تنزل الصورة بالإنستغرام. الجيمات ماما شيخة ورسلوها لها على الدايركت حق إنستغرام الجيمات ماما شيخة. بحط لكم الإنستغرام الحين. بعد ما تغدينا جاي الظهام بمول بوابة 10 عشان نحلي في مولتن شوكولات كافي. الصدق ما دريت انه كذا كشخة، ولكن قلت لخواتي تعالوا نتقهوى مع بعض. صرفتهم طلعت عنهم حتى ولا اخذت ولا احد من البزران. يجنن الشكل، يجنن يفتح النفس. وشوكاتهم، وهذا ميني براونيز. كياتة كياتة في التقديمات، شوفوا واو. شوفوا كيف احترام المنتج، شوفوا ايش جايبين لكم اياه بطريقة كذا. هذا مشروب عندهم. اللي اقدر اقوله فات خواتي، هذا اللي اقدر اقوله. انا احترم الكوفيات اللي فيها قهوة عربي. تدرون في كافيات كثيرة يقولك ما نوفر قهوة عربي، خلاص حنا ستايلنا أجنبي أجنبي. بس أحترم اللي فعلا يحط قهوة عربي. وهذا شوكليت وافل. اي وش اخباركم؟ اقول لا تسوون اليوم قهوة ولا تسوون حلب بيتنا، ترى حتى لو ما جيتوا بجيب لكم بقاياي. هذا كرنش ايس كريم، يعني داخل ايس كريم او من تحت خالص ايس كريم والله، ورايس اللي هو الناس مزيع كل فليكس، ومن برا شوكولاته. احس بمشروب انا. واو اوكي، وداخل ايس كريم شوفوا. وهذا مني وافل مع الايس كريم. هذا انا يوم شفته بالمنيو قلت جيبوا لي. تقرضين قرض كريم؟ لا كريم براونيز. كريم براونيز يلا. يا سلام. شكرا. من يبي ما شاء الله نشبعت مره. يعني جلسه ولا اروع في مولتن شوكليت بصراحه. يعني كان لي الشرف اني انا ما اعرف صراحه، كنت احسب انه شوكليت يعني محل شوكليت، عشان كذا مساكين ما قلت لخواتي الحين متفششوا بيفتحوا لي الباب. فمره جميل اني تعرفت على المحل. واذا على انه كل التعليقات يقولون هيوم مولتن شوكليت ما يحتاج اعلان، غريبه جايبينك. مش كل المحلات هي فعلا تحتاج اعلان، هي فقط يعني زي البيبسي الحين يحتاج اعلان، يومنا بالتلفزيون كولا يحتاج اعلان. ترى هو مجرد كذا يعني شيء للناس اللي مثلا ما تعرف، يعني ما تعرفه، اللي خارج الدمام، اللي برا السعودية، حلو يعني. مو بشرط انك الاعلان واحد يبي منه مبيعات وكذا. ما اقدر، مو قادر اصور لكم ما شاء الله من كثر الناس اللي موجودين فيه. ودي يعني احط لقطة، بس هو ما شاء الله كبير جدا و ما بقدر يعني. عندهم جميع المشروبات الساخنة والباردة بعد. مولتن شوكليت عندهم 28 فرع على مستوى المملكة العربية السعودية. تقول لي تروحي مدام جاي أخذ أغراض ولبس تعباتي. شو ما في أزمة؟ أنتوا ما لقيتوا؟ لا ما في. ما لقيتوا؟ ما في.
بس موجود هو والله ما والله ها ما خلينا طماط ما خلينا بصل ما حطينا سني دور إيه كله فوق كله خلاص بس واحد يوم بعدين يرجع أوكي يو ما في not good bit والله شكرا شفتوا كل اللي يحبني حتى الشقالات تقول في شقالة تقول معزبتها إذا أنتي مو موجودة في البيت البيت مو حلو ما في لا لا مدري مفتاح وش الله هذا أنتي مسويتها ولا الجامات ما مش هيخم سويها أنتي شكلك أنتي يفتح المحل بس أنتي بس دوري اللي راعي معجنات حصة مستاثمة فينا كل يوم تجيب واحد حق ذا المعجنات تقول يلا جربوا تخيلوا كل يوم طاحن من ذا المعجنات افتكيت من الدوام معجنات الدوام جت معجنات ماما شيخة ولا الآن ما لقينا حق معجنات يناسب عبود يأيد الزواج من الأجنبية زين وأنا أقول له خلاص أنتوا تزوجوا أجانب حنا نتزوج أجانب مش نبي بوجيهكم ها شوفوا الوجيه حصل لكم درجين تتمنى ذا الوجيه كل البنات العام تتمنى ذا الوجيه اي حتى احنا نتمنى حتى احنا نتمنى اللي بنات العالم ما يبونه منهم اللي بنات العالم ما يبونه احنا نتمنى اللي ما يبونه كل حتى الجن يبونه من هو الاجنبي كل ما يبونه كل بنات العالم يبونه السعودي اللي ما عاد يبونه لا سعودي يبونه يبونه اللي برا اي انتم ما تبونه اذا صار علينا ايه ومعيشينا في هم وديون الهم طبعا مو من معاملاتكم انتو ايه من ما بعد الزواج طيب انت تعرف معانات الزوجة السعودية ايش معانات الزوجة السعودية ما جاب لي شنطة لا ما جاب لي مدري وش شوف ما جاب لي ايش اول شيء بس هذه معاناتكم في بعض السعوديين عشان طبعا انا ما بنتكلم عن بعض السعوديين ما يعطيها مصروف الا اول شهر طيب بس اذا بعد هو يستلم الراتب الا اول شهر ايش يسوي يعني لا مره بس اول شهر في الزواج اي إيه. إيه. هذا قاعد يسوي شيء محرم هذا متهم هذا محرم ما يعني ما يصرف اي نفقه ما يصرف انه يعني ما بيتها حرام ما يجوز لازم يعطيها نفقه اي طيب طيب هذا خاصين منها هذا غلطان 100% غير كذا يذلها ان تزوجها يذلها ان تزوجها انت ما ادري ايش وانت ما ادري حجرتني اي والله تعجبني اذا تهاوش معها ممكن يطردها اي ما يحق لنا يطردها من انا اقول دامكم بتتزوجون اجانب حنا نتزوج اجانب بعد ليش دخل الدين ما نتزوج زي ما انت اسمع مو نتزوج على كيفنا لا نتفق شوف زي ما انت امك اسمع زي ما انت امك وابوك بيوافقون عليك تتزوج اجنبية مو بشرط موافقة امي وابوي انا زوجها عندها اي صح حنا لازم موافقة الولي 1-0 يا الكلب 1-0 ها لا 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 القاضي ما لا 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 القاضي ما يزوجك لا ما يزوجك ما يزوجك اجنب يا اي ايش تقول انت يعني عن ذا انت قول اللي في قلبك وانا اقول اللي في قلبي ما اللي في قلبي بس لما الشاب سعودي اي انت يعني انت معضلك المهر ان المهر كثير مو بزي انت بخير ونعمه بس غيرك اي اي غيري عاني كثير صح يقعد 6 سنين البنت ما لها دخل اهلها اللي مقرين هذه والله لها دخل والله لها تدري في ناس يجوني بنات سعوديات وتقول انا خلص مهري ما كفاني عطيني يا اي عطيني بعد ما كفاها 50 ولا 60 لا تقولي فيها ليه هي كذا خلاص بس حتى هي تصرف تصرف ولا ما تصرف بس في بعض الاباء طيب في بعض الاباء تعرف اعرف عائله زين والله العظيم انه يقول لا مثلا كم تدفعون يقول 50 يقول لا خلاص عطني 25 انا بكمل البنت الباقي الله يجزاه خير ايه ترى ذولي بس
سكر عطاها 40 الخطيب عطاهم مهر 40 قام ابو العروس رجع 10 قال هذا من عندي العشرة خلها لك لمساعده لك 30 تكفي البنت اي يعني في يعني ترى مو كلهم وبعضهم وبعضهم والله يحطون مهر 50 وابوها يحط عليها 50 بعد ويلا وبعضهم الاهل ياخذون الفلوس ما يعطونها شيء لو ترى الناس لو اللي اخذوا المهر والله انه يوزعونه امها تاخذ ابوها ياخذ خالتها عمتها جدتها خالها كل يتوزع على هالمهر والله كلنا يشرهونا من هالمهر وابل ويزيد وفير ما لا لا والله ويزيد وفير هذا سابق والله الاول في لا هذول الناس كذا لازم احنا نسوي جوله ثانيه لازم تشرفهم من اللي بتتورط فيه لازم تشرفهم من بعض القبائل المراه مو باللي تشرف الرجال اللي بيتزوج ياخذ بنتهم يعطيها مهر يعطي امها ما ادري وش يعطيها يعطي جدتها ما ادري ويجيب اسمع ويجيب لهم سيارة مليانة أكل بعد رز وبشوت وما أدري إيش لو إحنا خاصة الخليج لازم إلى ترى أمي إحنا نحترم العادات والتقاليد وقت العرس لازم لا بس هذه عادة مو بزينة يجيب سيارة مليانة لا حرام الولد يعني يدفع كل هذه الأشياء بس الولد مو بس من جيبه يعني ترى عمار إيه بس مساكين وشو كثير كثير بعدين يقعد ياخذ قرض ويهبل فيها بالقرض هذا 7 سنين يمرمر فيها عشان الشيء اي ما اقول لكم ان الرجال احيانا يجي البيت مهموم شيء مو من وجهه ولا وجه مرتها من ايش من ديون اللي تراكمت عليه ولما يدخل ما يلاقي والله الوجه السامح ولا يلاقي والله اللي جهزت العشاء ولا المباطمه ودني وجيب فوق. أنا متدين يا كلب يا حسي صبحيني بكلمة حلوة حتى يعني عبود حتى الحين مع السوشيال ميديا تبي شنط زي المشاهير تبي سفرة زي المشاهير تبي مدري إيش أدفع القرض حق عشاء شو اسمه الحين قاعد وعلى زواجته وعلى كوشتك يا مال كوشتك من مين عليها من مين هذا هو يعني برو البنت لازم تحس والرجال بعد لازم يحس يعني لازم يقدر انها طلعت من بيت محترمها وحابينها لبيت صحيح لا انا كل رجل لا يحترم زوجته لا عده براجل صح وخيركم خيركم لاهله صب قهوه صب قهوه بس خيركم خالاته بعد انا يوم اقول ان الحين خلنا نتفق اتفاق هل الشاب السعودي يعاني من الزواج ولا ما يعاني الا يعاني بقوه حتى يعني الاجانب عبود الاجانب في حديقه يسوون طيب عشان كذا لا اللي اقول لك في الاجانب يعني وش يكلفها الزواج الاجانب ان نتزوج اجانب هم يتزوجون نصير خلط بلط نصير شقر وعيوننا حمر لكن لما اقول لما ذاك اليوم اشوف اي ما اهم شيء مسلم مسلم عيونه خضراء شقر شعر بدون استشوار ولا تروح سيفورة تشتري مكياج ولا شيء هذه لا ادري عنك شوفهم ها مصفوفين كل واحد تقول الزود عندي والجمال عندي فين بناتنا يعني ما اشوف لو الحين واحد جنب عبود ايوه اجنبي طيب من بتطالعين فيه لا والله بطالع ولد شلي اطالع مش محرم لك لا انت كلهم مش محرم لك هذا شفتيه وهذا شفتيه انا طالع برجال بعد ما وسيم يعني ولا كل ولا ما بس ما في العرق انا اتكلم هذا ترى ما اقولك الذهب العربي احنا الخيل احلى خيل ودفعت على البنات الخيل احنا احلى خيل النقاد عندنا نقاد
تقول دخلت تويتر. ايه دخلت تويتر وشفت هاشتاج حق الشباب كثيره بعد قرار اسقاط الولايه. ايه قالوا ان خلاص خلوا السعوديات يتزوجوا من اجنبي. ايه طبعا السعوديات ضامنين انفسهم ان السعودي ما راح يقدر ياخذ اجنبيه لان كانوا يشوفون مراسلين يعني الشروط تعجيزيه ما الدوله حطتها. الدوله حطتها كافوا عليها. السعودي ما يقدر يسويها ذي لو ايش. ايه يقدر بس بعد وش بعد طلعت الروح. احسن. لا لا مو بحسن. ها. مع احترام المخزي ذا. ايش؟ ها. انت الحين لما تحط لي شروط ذي التعجيزيه. ايه. وفر لي سبل الراحه. عشان لا اذا انا لقيت الراحه وخليتها اروح للعذاب. ايه. عرفتي؟ ايه. فهمت شلون؟ اهل النظام لا هنا عذاب وهنا عذاب انا اقعد كذا. ليه هنا عذاب؟ هنا ايش تقترح؟ ايه المهر غالي. عادات بعض العادات مع كامل احترامي لكل القبائل وكل العادات يعني مغلوطه صح صح ما حاولوا يعدلونها ابدا عادات مهمه قرار السنه عشان نتبع اهل الموت صح هذه اشياء لازم تتعدل غير كذا يعني ما عاد في تقديس الزوج مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهذا حديث صحيح وروحوا ابحثوا قبل لا تقول حديث ضعيف قبل لا تقول حديث ضعيف ابحثوا فيه لأن رواه أحمد صححه الألباني يقول لك لو كنت أمر الزوجة آمرا لبشر أن يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حق كذا يعني خلاص كمل كمل لا أنت موعظة أنت تبي تقول إنه لازم يوحدون المهر يصير يلا اقتراحاتك في موضوع لا حط متى صارت الهدية؟ ايه تتسهل مو هو يعني توحد مو بتوحدها يعني لا تتوحد والله زين لا ما توحد والله توحد زين لا وش كل نحاجته خلاص وحدوها صدق والله توحد انا هسه ما ورد انه في 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 طيب كل شيء ما ورد ترى مو بكل شيء ورد عندنا في القرآن والسنة هذه اشياء وضعها بس صدق ليش اصعب على الولد هالفلوس هذه؟ عرس من أفخم الأماكن سفر شقة كاملة شبكة شغالة العرس المفروض الرجال مش هو اللي يسوي إيه هي اللي تستانس فيه حقها هي هو عليها بس الرجال والحليم ما يسوي رجال ما بس أنت مرة أنت بس كنت فاحنا نقول يعني أنا بخطب الركونة بعطيها صراحة 10 لا ما تظلمين البنت ها وش في 10 ما تكفي لا تظلمين البنت ولا تظلمين الولد ليه؟ وجدان طلعت من بيت اهلها معززه بعطيها بعدين اذا جات عندي تستاهل يعني انا اشوف مو راح للحساء ايش اسمه يعني كم؟ من 30 ل 40 بس عبود عبود كل شيء على الرجال انا قلت على المهر على المهر افهمي كلامي انا قلت على المهر من 30 ل 40 هذا المهر ما تعرف لا انا اشوف المهر 20 كويس خلاص لا 20 اقول 20 لا احمدوني يخطبون موجدون ابد وجدان اللي القى لها رجل صالح انا اللي بدفع المهر ايش فيك اذا لقينا عادي ايش فيها حوله لا الصحابه كانوا يدفعون الى الواحد اللي صديقه كويس وذا وخبر انه بيتزوج قال له عندك اختي بنت خالي بنت يعني عندي بنات وجاله لو شفت احد زين ترى بقول له بس ما لسه ما شفت احد عندنا عزه ناس ما نقول ولا اكثر الناس كذا يقولون صحيح فاحنا ايش نقول طب قلت قبل ما تخطب الولد اي لا يقللون حرامي يعني هذا ولدكم ترى اللي بيتزوج بنتكم والله ولدكم اكيد انه بعد ما تكره هو ولدي اكيد بيكرهكم مع الوقت صحيح. لما بعد 5 سنين ولا الحين ما خلص ديونه ذا وانا على ابو العائله اللي اخذت منه هذا اول شيء يقول اي ويجي ويتلومونه صح تعبتوني لا لما بعد يجي يلاقي ابوها يتعرقص اي والله اخوان شايف نفسه اول شيء صح والله بيكرهكم يعني فانا عشان كذا اقول سهل وخل العالم يحبكم صح وفي تسهيل الزواج البركه صح والبركه لا ضرر ولا ضرر ايوه هي البركه هي كل شيء يعني السعاده في البركه اليوم عشان بحري جاينا العشاء البحري فطم تعالي ساعديني كل بوكس ريحته احلى من الثاني شوفوا
البحريات الجميلة. شوفوا طبيناهم، وهذا كب كبير رس بعد. عندهم حجمين، شوفوا حجم هذا وحجم الكبير. عندهم بعد الشوربات البحرية، يجي لك كذا بوكس فيه شوربات بحرية، وفي رز أبيض بعد يجي بوكسات كذا. ها ما فيها طعم لا ما فيها طعم زفر. عرفتي تاكلين بعد ايش اسمه القباقب؟ من اللاتين. من اللاتين عرفتي شلون ياكلون القباقب؟ هذا مكاني، هذا مكاني، وهذا تقريض خيتي جنبي، متقابلين. هذه شوربة ال هذا الرز نبيل. ها الرز ما كلته؟ كلتي نبيل؟ اي انا كلته مرة نبيل. والله ها شلون القباقب؟ شفت سناب القباقب وجت تاكل القباقب وتحب القباقب. كويسة عجبتك؟ لقيتي شبعتي؟ مليتيها كركوشة؟ ها ما يرد عليهم راد ذيلي. شوفوا كل شيء يقرضونه ما شاء الله تبارك. حطي حطي هذا هو من قاطة يعني مطلع نص الأكل برا وللحين يأكلون. للحين يأكلون. صرنا شوف ايش صغره ندفه مره صغيره.